وانا ما اختلطمش، فاصبح صوتي مغتسب مختصر لعشرة تانية او لاربعة او اثنين او واحد، فطبعا بالتالي اجيب لي نظامين، اجيب لي نظام اسلامي متشدد وهو مطلوب، واجيب لي فنون الحزب الوطني اللي بعد الحكم المحكمة تلاشت وتبخرت وسط احزاب اللي هي تلاشت واختفت وسط الاحزاب واصبحت تعمل احزاب جديده، فبالتالي ما عدتش اقدر احصرها الا فيما هو ثابت لدي من اعضاء مجلس الشعب او شورى او قيادات مثلا في اسكندريه او قيادات في اسوان او قيادات في هنا او قيادات في القاهره فقط. اما الباقي واللي كان مخطط وداعم اساسي من الحركه الشعبيه داخل جمهورية مصر العربية وكان حزب وطني، أصبح بالنسبة لي مجهود الهوية، وممكن نلعب تاني الدور الموجود. كمان مش بتدي دفعة بالنسبة لي للشباب اللي هم موجودين في عصب الثورة وأساسها، إن هو علشان ينزل خوض انتخابات قدام واحد بقوة مالية بدعم مالي بعلاقات، واخد بالك، أصبح السائر ملوش أي مكان يقدر يجد منافسه حقيقيه او يتنافس حقيقي مع الشخصيه الثانيه، ان هو قد يكون الشاب ده لا يملك المال، كل اللي بيملكه ارادته وصلابته وثورته ان هو اسس فيها او شارك فيها. طبعا ده مرفوض، قانون الانتخابات بالذات مرفوض، ما لم تكن تتعدى بالامور السياسيه. الحاجه الثالثه ان اصبح النهارده الاعلام لعب معايا لعبه جديده خالص مختلفه. هو مش بينكر، مش بيقول حاجات مش حقيقيه، لا، اصبح بيركز لي على السلبيات، واخد بالك، ساعه تيجي اتكلم يقول لي اولا الاخوه من مصابي الثوره استاذ اشرف واستاذ خالد واستاذ كهرباء دول القاهره ومن مصابي واطفال الاخوه من اسكندريه ومن ابطال اسكندريه. طبعا بالنسبه لي انا مش يعني انا عايز اقول طبعا 11 احنا كنا بنقول الاسبوع فبالتالي الوضع اللي هو موجود حاليا على فكره نقاط عموما على حد خير ان شاء الله. فبالتالي اسبوع الحاسبه في القرارات وفي الاوضاع الموجوده كنا لازم نحسمها قدام الراي العام، وبنطالب كمان ان احنا داخلين على شهر رمضان، فبالتالي عارفين الاسعار هترتفع ويحصل ضغط على الشعب المصري، بدل ما بيجيب السلبي يجيب السلبي ويحصل ضغط على الشعب المصري ونقول له ده اسبابها الثوره. يا جماعه هم الناس اللي قاعدين في التحرير او اللي قاعدين في سعد زغلول او اللي قاعدين في الاربعين او اللي قاعدين في اي ميدان في جمهوريه مصر العربيه، دول اسباب زادت الاسعار، دول اسباب زادت البلطجه، والصوره ما بتكذبش واحنا مش هنعلق. فبالتالي الاعلام نقل صوره سلبيه بشكل مباشر وما انكرش الحقيقه في نفس الوقت. فكنا لازم نعمل المركز الاعلامي ده علشان اقتحام سعد زغلول من اربع ايام في اسكندريه. سبعة من أصغر طاقية واتمسكوا، واتضح ان كل واحد واخد 300 جنيه من عضو مجلس الشعب السابق خالد خيري اللي هو موجود في دايرة العطارين، وهو ابن احمد خيري اللي هو طلع من قطب من اقطاب الحزب الوطني بالاسكندرية، والكلام دوت اعترفوا بيه في محضر رسمي للجنة الشعبية وفي محضر رسمي تاني في نيابة العطارين، ان هما كان كل بلطجي خد 300 جنيه وكان ليهم 200 ألف